عادي جميل، ببص في وش القمر ده وامشي عادي. دلوقتي بقى لا، في تجاعيد، في رؤوس سوداء، في غمقان، في شد، في حاجات كتير في وش عايز تتعمل من كتر ما انا بشوف ناس كتير بتعمل حاجات كتير ما بتتعملش. رقبه نفرتيتي، ويقعدوا بقى ايه يشفطوا فيلر لغايه لما انا ابقى ايه نفرتيتي قوي. واحد ما كانش واخد باله من اي حاجه، كنت بصحى من النوم بغسل وشي باي صابون موجود في الحمام، اغسل شعري احط زيت كتير على شعري كتير، شعري يفضل يلمع كده، وماما تشدهولي وتربطهولي وخلاص. يعني ده بالنسبه لي انا استحميت كده وعملت شغل جامد. لما كبرت لقيت ان في حاجات بتتغير، ديب كليننج، تنظيف بشره. تنظيف بشره دي واحده بتقعدي تحت واحده كده بتقعد تحط لك بخار على ماسكات على مش عارفه ايه، وابره كده تقعد تشيل لك الحاجات تقول لك دي رؤوس سوداء. ومن هنا عرفنا الرؤوس السوداء. وشي من زمان عادي، في واحده من ساعه ما اتولدت تقريبا ما فكرتش فيها، مش معنى المره دي بفكر فيها وطول النهار عماله ابص لها في المرايه. الناس كلها عماله تشيل رؤوس سوداء، انا ما اشيلهاش ليه؟ في عمليات لغد ويشفطوا الدهون ثم يشدوا المنطقه دهيت فايه فتبقى ما عندكيش لغده خالص. فبرضه بصيت على نفسي في المرايه اهو لغده اهو. حاجه بتعمل كده طول النهار، يا نهار اسود. لما عرفت تمارين للغد، تمارين اعملها للغد كل يوم لمده 12 مره مثلا ولا حاجه في اليوم، دي هتخلي رقبتي نفرتيتي عادي وعنديش لغد وكل حاجه. اعتبري المنطقه دي من وشك منطقه تخينه وعايز تخس، فايه بقى نعمل لها تمارين. التمارين دي هي اللي هتخسسها وهتخسس الدهون اللي فيها وهتشدها كمان. نيجي نقعد باسترخاء كده تمام، وايه نرفع رقبتنا لفوق جدا نشدها جدا ونعمل كده. ثلاث مرات في اليوم، ده بيعمل على شد الرقبة والمنطقة دي، فاللغد بيروح والمنطقة دي هي بتبان، العظم بيبان، فبتبقي شبه نفرتيتي. كلنا بقى عايزين نبقى نفرتيتي. التمرين التاني، عارفين فيلم الكيت كات لمحمود عبد العزيز؟ هو كان دايما كده، اعملي الحركة دي بس أطول بقى، شديها أطول وانت رافعة رقبتك برضو لورا كده اهو. ده برضو هيساعد على شد الرقبة. التمرين التاني تمرين رقبتك كده اهو زي ما الرقص الخليجي، لما بيجي الرقص الخليجي او الرقصه مثلا تقوم ايه عامله حركه بشعرها كده، احنا برضو نعملها عشان يساعد على فشخ الرقبه. انا دخت على فكره من الحركه دي، انا هموت ولا ايه كده؟ اوعى بس تعملي حركه من دول تكسري فيها رقبتك وتروحي في داهيه. تفتحي بقك اكبر اكبر وسع عندك وانت رافعه رقبتك وتقعدي كده 10 ثواني. بقى مش عايز اقفل تاني. ده بيساعد على شد الرقبه. خدي بالك خدي بالك، انا ما بهزرش اقسم بالله العظيم، انا ما بهزر، الكلام ده حقيقي فعلا وفرشي. طب في تمرين تاني لخدودك، خدودك عشان خدودك ما تكشش وتفضل طول الوقت منوره ومنفوخه كده. في تمرين حلو قوي. اول حاجه هتعملي ايدك كده اهوت وتحطيها تحت عينيكي وتعملي كده وتضحكي بقى. هذا التمرين ده هو التمرين ده هو بيساعد على نفخ ال بوظت الميك اب. يا الله. اخر تمرين هو اكنك قاعده جنب حد وبتبصي في موبايله من غير ما تحودي رقبتك، اللي هو اعمل كده الناحيه الثانيه. ده اخر تمرين، اعملي التمارين دي ثلاث مرات. انا دخت لدرجة ان انا شايفه حاجات بتطير في الهواء. ثلاث مرات في اليوم هتساعدك ان انت ما يبقاش عندك لغد وهيبقى عندك رقبه نفرتيتي. اخش اوضتك وفي نفسك الباب ساعه واحده، اقعدي اعملي الحركات دي ساعه واحده وبعدين هتلاقي نفسك زي الفل. يعني هتلاقي نفسك عندك رقبه نفرتيتي وما عندكيش لغد وما عندك الحدود دي ابا، وكل حاجه بقت زي الفل، كل حاجه بقت تمام، تخش الجنه بقى على طول.